أن أشير إلى هذه الصور، هذه صور لحريق هائل في روسيا، حريق لمصنع لإنتاج الأسلحة العسكرية أو الأسلحة في روس في إحدى المدن الروسية كما نرى في هذه الصور. إذن هذه صور لحريق هائل لمصنع أسلحة في مدينة روسية. في مدينة يكاترينبرغ. هذه مشاهد أولية إذن، وتتصاعد أعمدة الدخان بكثافة كما نرى في هذه الصور. حتى الآن المعلومات غير كاملة فيما يتعلق بأسباب هذا الحريق الحاصل في تلك المنطقة تحديدا، هذا المصنع بالتحديد لإنتاج الأسلحة في روسيا.